بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عادل رياض، أنا الحقيقة سعيد بوجودي النهاردة في المؤتمر في دي ايجيبت. حقيقة حاجة مشرفة لمصر كلها، لأن الحضور هايل ودائما هو غير مسبوق الحضور بتاعه. السبيكرز من كل حتة في العالم والمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، معانا ناس كتير من المنطقة. الحقيقة التنظيم هايل، الموضوعات بتغطي كل فروع طب الأطفال، ما أقدرش أقول في حاجة مش متغطية. أنا بالنسبة لي كرعاية مركزة وأطفال حديث الولادة، فطبعا فيها محاضرات وبانل ديسكشنز وفيها وركشوبس. الحقيقة حاجة مشرفة تشرف مصر كلها، ده شرف لكل المصريين. والحقيقة أنا سعيد جدا جدا وشرف لي أن أنا أشارك في مؤتمر بهذا الحجم، وإن شاء الله من نجاح لنجاح. والسنة الجاية أنا دايما بتوقع تقدم أكثر وأكثر بإذن الله، والتوفيق للجنة العلمية والشركة المنظمة. لا، التطور دي مش أول مرة طبعا بشارك، بس التطور واضح جدا في الإخراج حتى بتاع المؤتمر، في الإمكانيات التصوير والنقل، في الحضور، في تنظيم القاعات، في لا يعني كل مرة الدنيا تتطور الأفضل يعني الحمد لله. يمكن نمبر 1 في الميدل ايست، مش هقول في مصر لا يعني، وان شاء الله تبقى الرانك ده على المستوى العالم كمان يعني باذن الله.